يدق ناقوس انخفاض منسوب مياه البحر الميت خطراً ينذر بتعاظم انحساره نتيجة خلل بيئي يستوطنه، وتأثير ذلك يهدد البيئة والمناطق المحيطة بالبحر الميت، حيث أن تلك المناطق ستتعرض للانهيارات بفعل ذلك الانخفاض المستمر، في ظل غياب حلول مقترحة قريبة لإنقاذه. بات المشهد اليوم أكثر إيلاماً، إذ تكشفت المنحدرات الطينية وانحسرت مياه البحر الميت بفعل ارتفاع الحرارة الذي يؤدي إلى تبخر المياه بكثافة، والاستخدام الجائر لمياه نهر الأردن المزود الرئيس للبحر الميت، بحيث أصبح ما يتبخر من مياهه يفوق ما يتم تجميعه. ومن أكثر المناطق التي تأثرت بهذه الظاهرة هي منطقة غور حديثة الذي يقع على الضفة الأردنية للبحر الميت، حيث تحولت هذه المنطقة التي انحسرت عنها مياه البحر الميت إلى مناطق يابسة هشة بها تراكيب ملحية كثيرة في طبقات الأرض السفلية، تذوب بفعل المياه العذبة التي تأتي إلى البحر الميت مما يخلق فجوات في طبقات الأرض تؤدي لاحقاً إلى الانهيارات، حيث تشكل هذه الظاهرة خطورة على المناطق المحيطة بالبحر الميت بما فيها منطقة الفنادق والمنتجعات التي شهدت انهيارات سابقة. ظاهرة طبيعية لا يمكن الوقوف في وجهها إلا من خلال إنشاء منظومة إنذار مبكر لمعالجة الخلل بطرق علمية وهندسية للتخفيف من آثارها، بهدف المحافظة على الاستثمارات الموجودة في المنطقة والتي تقدر بمئات الملايين. بيان سبتي، برنامج بصراحة. بصراحة.